اسمي احمد عقل، طبعا برسم من طفولتي، عندي هوايه الرسم من عمري 8 سنوات، فبلشت ارسم كرتون وكاريكاتير، وكان عندي حلم اني اكون رسام بورتريه، رسام وجوه. واخترت مكان الجامعه الاردنيه، فاجيت عليها ب 2001، فواجهت صعوبات الحياة كثير، لأنه على أيامي ما كان في كمبيوتر، ما كان في شيء بيساعدني إلا هوايتي بالفن كله. حبيت رسم وجه الإنسان،